راسه عملاق ما مازالش كديروش الناس. المهم كان واحد الصعوبات في هذا الفيديو بحكم ان درت واحد التجربه مع الاخ حمزه العلوي اللي كنت انا محتاج انني باغي نعمل فيديو سليم باش باغي نبين داك الشيء اللي عندي. وجبت فرصه مع حمزه العلوي على اساس انني نصور هذا الفيديو كليب. الفيديو كليب وهناك تتكلم على الحب والسلام بين الاخوان والاخوات والاخوات. وفيديو كليب جاهز كما في التاريخ ديال مدينه العرايش كذلك مدينه العرايش مع المسلسل الصور وتصور في اماكن التاريخ ديال مدينه العرايش على سبيل المثال الطوبيه والمجاوره. المهم خليكم الحمد لله اللي بقى له الله يخليها له واللي توفات الله يرحمها تسلم. هذا العمل كان عمل عرائشي 100%. كلمات محمد العربي جمع، السيناريو بلال الجمع، المونتاج والاخراج عبد الرحمن السرحاني. وكنتمنى من الله يعجبكم العمل وشكرا. زوين كان منهم عبد الرزاق في الزواج الاخر ديالو كان زوين. يعني هاد الفيديو هذا اللي عملته من قبل ما نشتغل عليه يعني هذا تشجيع ل 2018 في روسيا. يعني دابا خسروا بعد ما نديروا الفيديو صافي خسروا اليوم راه طيروا ونخليكم كلمه مع ويسار اللي كانت لعبه زوينه في الفيديو. يلا يعطيهم الصحه. السلام عليكم. كنشكرك على الخبر الكريم. صراحه انا كنت عامل صراحه الكريم يعني جات على الراس. كنشكرك استاذ بعدا اولا اللي تحب فرصه لنا الشباب خصوصا اللي كيديروا موسيقى مصوره. وتحياتي لكاع الدراري اللي دازوا دابا صعب عليهم كلشي داز بكري. المهم كنتمنى الفيديو من الاعجاب ديالكم. انا دابا الفيديو تقريبا عام باش صورناه يعني كما قال المسلم بمناسبه منتخب اللي كانوا قاعدين له الاسود وشكرا. إذا ما كانش عندك واحد التيم واحد الفرقة ما تقدرش تدير شي حاجة بوحدك ديالي أول حاجة. وتعاملت بزاف بينك الصديق ديالي طه عبد العزيز وبين الصناديق والمخرج أيوب المنيب وكنتمنى يعجبك. لعبوا 22 26 بسينما أبينا يعني قبل ما احنا كنلعبوا من هنا كنقول 12 موسم معاك شهر يوليو شهر يوليو. إذا واحد معنا كيجي بعيد إن شاء الله شي واحد يقول زعما مشكور. شو هاد النشاط بحال هذا بسيط جدا. كتقدر دير مسابقة ماشي مسابقة واحدة التحكيم. مسابقة ديال كليب اللي حقق البوز في كتشوف مثلا كتعرف كاين إدارة وعندنا اللي تتمشي السما كتشوف لي سون لي مارك الكاميرا اللي صور بهم الدراري سوني هنا ماشي كتشريها كتصاوب لنا عندنا ميراج كليب أكيد غيعجبك بزاف. خويا انا كنبقى نجري هو كيبقى يصور لي انه هي مصوره خاويه كتنشف هاد المسرح ناشفه ما كاين والو دابا تبرعوا مع راسهم عنده زوج اللي بان لي خلال المجهودات ديال الشباب ما كاينش دراسه مسبقه بالنسبه للكليبات. ما كاينش واحد الدراسه بان لي انا غير كتصوروا عجبتنا هذه نصوروها عجبتنا هذه نصوروها عجبتنا هذه نصوروها ما عملتوش واحد الارضيه مسبقه مكتوبه تكتب غنعملوا هذه وغنعملوا هذه وغنعملوا هذه هي الاسباب ديال هذا الشيء. هذا هو اللي كانت خصني نقولها جات هذه الفرصه هذه انا قلت مفهومه الفكره شكرا.